مساء الخير جميعاً. إليكم ملخص حلقة الليلة المثيرة. هل تم فعلاً تسميم هيرا؟ في أحداث الأسيرة، تعود هيرا إلى حياة أورهون، مما يثير الكثير من المشاعر المتناقضة والقلق بين العديد من الشخصيات المحيطة بهم، وخاصة عفيفة التي تشعر بالانزعاج والغضب الشديد. في محاولة يائسة للتخلص من هيرا، يتم إضافة دواء مخصص إلى عصير الليمون الذي تتناوله. بينما تتواجد هيرا مع أورهون، تستهلك عصير الليمون، مما يزيد من حدة التوتر والقلق حول ما قد يحدث. فهل حقاً تعرضت هيرا للتسميم؟ وما العواقب التي قد تترتب على ذلك؟ في الحلقة 398، تسأل ابنة هيرا وأورهون الوحيدة والدتها عن سبب سلوكها السيء تجاه أورهون. وعندما تشرح هيرا أنها تتصرف بهذه الطريقة من أجل حمايته من المخاطر، ترد ابنتها قائلة إن أورهون كان دائماً يعاملها بلطف ويراعي مشاعرها، بل ويقوم بشجاعة بمواجهة الأشرار. لم تجد هيرا أي إجابة مناسبة لهذا الطرح، مما جعلها تبتعد بنظرها في صمت وتفكير عميق. وفي سياق متصل، كانت هناك محاولة خبيثة لاغتيال هيرا، حيث تم وضع المخدرات في عصير الليمون الذي تحتسيه. فهل أصبحت حياة هيرا مهددة بالفعل بعد تناولها لعصير الليمون المسموم؟ أنا في انتظار تعليقاتكم وآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا أيضاً انتظار الفيديو القادم، وأذكركم مرة أخرى بدعمي بلايك والاشتراك في القناة للحصول على كل جديد ومثير.